اليوم عندنا تجربة جميلة، بنجرب قطار سار. صراحة أنا أعتقد أنها بتكون التجربة هذه من أجمل التجارب. بسم الله. هذا طبعا المدخل الرئيسي، صراحة شيء جميل، شيء مرتب، شيء أنيق. بنوريكم الآن المقاعد وأيضا سهولة الدخول. صراحة طبعا الرياض، المجمعة، القصيم. شوفوا من يوم ما تدخلوا من البوابة على طول مباشرة تجيك المدخل الرئيسي هنا. بنوريكم على التجربة الآن، نبي نجرب التجربة هذه. جزاكم الله خير، بيض الله وجيكم. أبشر بسعادتك، سلم الهوية، وهنا تفحص دخولك والقطار تشوفوه هناك. تعدي أول نقطة خاصة بالتذاكر، بعدين توجه لنقطة خاصة بفحص العفش، وهي سريعة جدا تمر عليها تحط أغراضك فيها. بسم الله. بعد ما انتهينا من التجربة هذه، بندخلكم الآن على صالة الأعمال، درجة الأعمال. أيضا صالة منظمة ومرتبة وتكتكة، وبنشوف الأصفر. نشوف الحين مع بعض. السلام عليكم. هذه الصالة ما شاء الله تبارك الله. الصالة هذه هي صالة درجة الأعمال، ومنها تروحون للقطار. بندخل بعد شوي البوردينج جيت ونروح له مع بعض. ندخل الحين. بسم الله. هلو. وين از ذيس جيت؟ كبيرة خاصة بهنا، كبيرة خاصة بدرجة الأعمال. هذا هو المطعم الحين، أوريكم إياه. إن شاء الله نحاول نفطر فيه اليوم، نسوي تجربة. ندخل الحين إلى، يعني للأمانة صار عندنا قطار جدا فخم، وصراحة الخدمات المقدمة فيه جدا راقية. كذلك مجهز أيضا تجهيزات خاصة، في ايضا طاولات خاصه ب اللي هو العوائل. القطار طبعا مجهز، تطلع من الرياض الى المجمعه، المجمعه يصل القصيم ثم يعود مره اخرى الى الرياض. عندهم رحلتين في اليوم صباحيه من الرياض الى القصيم، وعندهم رحلتين مسائيه من القصيم الى الرياض. بعطيكم مواعيدها بعد شوي. الرحله الاولى الساعه 10 صباحا تنطلق الى المجمعه، ثم تجلس في المجمعه 10 دقائق ثم تصل الى القصيم. الرحله الثانيه ستكون في السابعه. الرحله الثانيه هي الساعه 12 الظهر، تصل الى المجمعه تقريبا 1:15، ثم تصل القصيم الساعه 2:30. كل القاطرات والكباين مجهزة بالإنترنت، موجود فيها أيضا مطعم خاص، أيضا في درجتين. القطار للأمانة طبعا فاضي اليوم، ما في أحد. التجربة هذه أعتقد أنها من أجمل التجارب اللي تمر عليها، اللي كانت تروح تجرب لو تروح مشوار وترجع في نفس اليوم. اللي سألني عن الأسعار، طبعا عندهم أسعار ترويجية، ممكن أن تدخل على موقعهم في الإنترنت، بحط لكم بعد شوي وبحط لكم حسابهم، تابعوهم وشوفوا أسعار الأسعار اللي طلبها قبل شوي مني مختلفة. عادة زي من الرياض المجمع 70 ريال، الرياض القصيم 120 ريال، الخط الواحد رايح جاي ممكن 200 ريال. درجة الأعمال وسمي الدرجة الأولى اللي تشوفونها دي، أوريكم بعد شوي الدرجة السياحية. طبعا أعلى شوي قد تصل إلى 250-300 ريال. ايضا ممكن الشاحن واليو اس بي، ايضا ممكن يكون جف. بسم الله توكلنا على الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وانا الى ربنا لمنقلبون. صراحه منتهى ليس بعد.
ايضا قطار مفري لكم وصل له هنا ومحدد لك اذا اتجاه القبله بالضبط وين فيه. لاحظوا اتجاه القبله وهذا المصلى يعطيهم الف عافيه، فرصه انكم الحين تصلون ومرتاحين داخل القطار. بيض الله وجيكم، جزاكم الله خير على الخدمات اللي تقدمونها لنا باذن الله. انا في ميزان حسنات الحين بوريكم اجل المطعم. السلام عليكم. هذه جلسات المطعم اللي هي تابعه للمطعم اللي ورانا، ممكن تشتري من هنا اي وجبات وتجلس تاكل وجبات متنوعه. طبعا هذا المطعم هو اللي يفصلنا الدرجه الاولى عن درجه السياحيه. خلونا نحكي الدرجه السياحيه مع بعض. هذه الدرجه السياحيه تلاحظون يعني جلسات حلوه وصغيره تكتكه والوانها لذيذه. جلسة خاصة عائلية للأمانة.